Test, test, test. مرحبا بكم، حبيت نتقابل معكم اليوم خاطر الوضع الصحي حتى ماليا مش نصرحكم بالوضع ونقول لكم شنو الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالوضع الوبائي وأزمة الأكسجين وفي حملة الوطنية للتلقيح، وإن شاء الله في بمناسبة العيد بعد كلمة خاصة بالعيد المبارك، إن شاء الله مبارك على التوانسة الكل. احنا تو حاليا في الذروة متاع الموجة هذه الرابعة الوبائية اللي وصلت عنا حاليا، نتكفلوا بحوالي 5000 مريض منهم 680 مريض بالانعاش. طورنا عدد الأسرة، إطاراتنا الطبية وشبه الطبية والإدارية والعملة في أشد في العطاء متاعهم في نضال من أجل مقاومة الجائحة هذه. علاش صارت أزمة الأكسجين؟ حبيت نوضح النقطة هذه خاطر كم الأعداد متاع المرضى هذه استوجبوا كميات كبيرة من الأكسجين، والاستهلاك متاعنا من 25,000 لتر قبل الجائحة أصبح 230,000 لتر حاليا. احنا الوضع هذا استبقناه من قبل، من ديسمبر كونا لجنة خاصة بالأكسجين في وزارة الصحة، في أفريل كان ذكروا خلية أزمة كيف كيف اجتمعت لمجابهة التطورات من استهلاك المادة هذه، واليوم 13 جويلية 2021 طلبت انعقاد اجتماع لخلية الأزمة هذه، والآن هي مجتمعة اللجنة هذه، الخلية هذه متكونة من العديد القطاعات، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع الوطني، طبعا وزارة الصحة، الديوانة اللي تسهل لنا عديد إجراءات الديوانية، كل القطاعات طبعا رئيس الحكومة معنا وبدعم خاص من سيادة رئيس الجمهورية. علاش صارت الأزمة؟ أول حاجة أزمة الأكسجين هي أزمة عالمية، مش كان تونس برك تعاني من نقص من المادة هذه، وخاصة من الستان الأكسجين اللي ما عادش متوفرين بكميات كبيرة. لذا قدام الأزمة هذه احنا خذينا برشا قرارات لتوفير مادة الأكسجين. من القرارات هذه أول حاجة ترشيد استهلاك الأكسجين، وأمرنا لكل الهياكل الصحية العمومية والخاصة مش تنقص في استهلاك المادة هذه، ما عاد تقوم كان بالعمليات اللي هي الحالات استعجلية وحالات سرطانية اللي ما تستهلكش برشا كميات أكسجين. دونك ترشيد استهلاك الأكسجين، تحويل المرضى، قمنا بتحويل المرضى نظرا لانخفاض كمية الأكسجين في بعض المستشفيات. نشكر هنا المساحات الخاصة اللي تفاعلت إيجابيا وقبلت عدد من المرضى من القطاع العمومي، هذا مش غريب داخل في إطار التعاون والتكامل بين قطاعات الصحة بصفة عامة. كذلك وزارة النقل مشكورة، مكنتنا من تسخير بواخر لنقل حاويات الأكسجين و احداث خط بحري للتزود بالاكسجين بصفه متواصله. كذلك وزاره الدفاع عاونتنا مش نوزعنا كميات اللي تحصلنا عليها فوق 400 مكثف اكسجين وقوارير اكسجين، قامت توزيعها بوسائلها العسكريه لمختلف المؤسسات الصحيه الاستشفائيه العموميه. كذلك وزاره الدفاع الوطني وضعت جسر جوي لنقل الحاويات الفارغه إلى البلدان الصديقة والشقيقة حتى نتمكن من تعبئتها وإيصالها لتونس عبر البواخر. التعاون مع وزارة الدفاع الوطني مش غريب علي أنا كشخص تربيت في المنظومة هذه من 30 سنة، وهذه وزارة الدفاع هي ديما عندها نشاط وطني تقوم به وتساعدتنا برشا في تحقيق الأهداف متاعنا في المجابهة الجائحة هذه. كذلك ما ننساوش الدبلوماسية التونسية اللي حقيقة منذ اندلاع الأزمة هذه هي تعاون فينا في اتصالات مكثفة بكل الجهات الدولية حتى نتحصل على كميات إضافية من الأكسجين. حبيت نقول بهذا الكل المنظومة تاعنا قاعدة توقف، والحمد لله إلى حد الآن ما سجلنا حتى خسائر بشرية ناتجة عن النقص هذا، تمكننا إلى حد الآن من السيطرة على الوضع، وهذا في حد ذاته بالنسبة لي انتصار على الوباء في الوقت الحالي.
ننتقل لموضوع التلقيح. كما تذكروا احنا اكدنا برشا من الاول على الشراءات المباشره، شراءات مباشره من فايزر خاصه، هذه الكميات هذه مكنتنا من انطلاق في الحمله اللي حاليا استهلكنا الى حد الان 2.4 حوالي مليون جرعه تم تلقيح. وصلنا ومش وصلنا الى اخر شهر جويليا 2.1 مليون جرعه في اطار شراءات مباشره ولا عن طريق الهبات اللي تحصلنا عليها ومازلنا مش تحصلوا عليها ان شاء الله. وهنا نتوجه بالشكر الى كل البلدان الشقيقه والصديقه اللي مكنتنا من الكميات هذيه اللي تبلغ مع المخزون اللي يبلغ حوالي مليون جرعه، نوصلوا عندنا 3.2 مليون جرعه حاليا من التلقيح. تو التلقيح موجود، وذاك علاش باش نقويو نسق الحمله الوطنيه نتاعنا نتاع التلقيح. كيفاش باش نعملوا؟ اول حاجه بالنسبه ايام العيد ابتداء من الغدوه الساعه الواحده بعد الزوال والى اليوم الثاني من العيد الساعه 7 مساء، قررنا تكون ايام مفتوحه لكل المواطنين التوانسه ب 29 مركز تلقيح لكل التوانسه اللي عمرهم فوق 18 سنه وراغبين في التلقيح، يتوجهوا ل 29 مركز باش يتم نشرهم في موقع الويب والصفحة الرسميه لوزاره الصحه باش يعاونونا يسهل الامور ويسرعوا في الاجراءات. ماذا بينا يسجلوا في منظومه ايفاكس قبل ما يلتحقوا في المراكز هذه. حبيت نقول التلقيح هذا مش يكون بزوز انواع نتاع التلقيح، السينوفارم الصيني اللي هو يناسب كل الاعمار، واسترازينيكا بالنسبه للمواطنين اللي اعمارهم فوق 45 سنه. دونك ابتداء من غدوه الماضي ساعه يلقاو المراكز مفتوحه. وهنا نتوجه بدعوه لكل الاطباء، كل الاطارات الشبه الطبيه اللي اعربت عن استعدادها للتطوع ومساعدتنا ان ينسقوا مع الادارات الجهويه ويتصلوا بهم ويتوجهوا للمراكز هذه باش يعاونونا في الحمله هذه في الابواب المفتوحه وبعض الابواب المفتوحه. بالنسبه للمراكز احنا حاليا عندنا 96 مركز تلقيح، عندنا حاليا 50 مركز صحه اساسيه، مش الاسبوع القادم مش نضيفوا 150 مركز صحه اساسيه، كذلك الاسبوع القادم ان شاء الله ننطلق في تلقيح في الصيدليات الخاصه، وهذا دونك قريبا نعملوا عليه ندوه صحفيه خاصه مع الاطراف المعنيه ونعلنوا عليه ونعلنوا على كامل التفاصيل الخاصه بالصيدليات الخاصه. التلقيح طبعا في كل الاماكن سواء كان في القطاع الخاص ولا في القطاع العام مجاني. هذه معلومه لازم الناس الكل تعرفها مش نعلنوا عليها ان شاء الله مع القطاع الخاص. طبعا كثفنا الحملات التلقيح المتنقله، احنا الى حد الان لقحنا في اطار الحملات المتنقله 108,000 جرعه تلقيح. وحبيت جست ننبه حاجه، احنا حاليا نستدعوا في 54,000 مواطن تونسي في المراكز، للاسف ما يجي منهم كان 75% من المواطنين هذين. اللي نحب نقول في الاخر رغم القدرات اللي طورنا فيها اللي وصلنا حتى 10 مرات الوسائل اللي عندنا تم تطويرها، نتوجه بالشكر هنا الى كل مره اخرى الى كل الاطارات الطبيه وشبه الطبيه والاداريه والعامله في قطاع الصحه القطاع العمومي والقطاع الخاص وكل من ساهم في مجابهه الجائحه هذه، ونطلب منهم باش يواصلوا معنا ويقفوا معنا حتى ننتصر ان شاء الله على الجائحه هذه. اما برغم كل القدرات اللي طورناها حاليا بصراحة يلزمنا نعملوا كلنا مع بعضنا مش نكسروا حلقة العدوى هذه. دونك العيد جاي، العيد ان شاء الله ربي يعديه بخير على تونس كل، ان شاء الله كل عام تونس التوانسة الكل حيين بخير. خلينا نحاولوه من خطر كما صار العيد اللي قبله وتسبب في الإصابات هذه، خلينا نحاولوه من خطر إلى فرصة إلى تكسير حلقة العدوى. مش لازم نعيدوا جماعات كبيرة، خلينا نعيدوا في حلقات صغيرة في العائلات المصغرة حتى إن شاء الله تتجاوز العدوى هذه، نتجاوز الجائحة هذه، وبعد نرجع نعيدوا وإحنا فرحانين وإحنا حيين خير من نعيدوا وإحنا بعد ما نعيدوا لا قدر الله توليوا مرضى نوليوا وفيات إلى غير ذلك. دونك ربي يحفظكم، ربي يحفظ تونس والمنظومة الصحية التونسية، بارك الله فيكم.